أبنائنا الأعزاء، طلبة وطالبات الصف الأول للثانوي الزراعي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم في بيتنا مدرسة. ومعانا مع بعض في مادة محاصيل الحقل، احنا النهاردة هنتكلم عن أهم المحاصيل، العلف اللي هندرسها في الفصل الدراسي الثاني. في الحلقة اللي فاتت احنا اتكلمنا مع بعض عن محصول البرسيم الحجازي، وعرفنا أهمية محصول البرسيم الحجازي، وتعرفنا على مواعيد الزراعة اللي هي خاصة بيه، وعرفنا ان محصول البرسيم الحجازي ده محصول معمر بيمكث في بقعته او يمكث في الارض اكثر من 10 سنوات، فلذلك كان ليه معادين زراعة، قلنا معاد ربيعي ومعاد خريفي. واتكلمنا عن بداية محصول علف الفيل، وقلنا ان احنا هنكمل مع بعض في الحلقة الجديدة ان شاء الله محصول علف الفيل، وهنبدأ نستعرض مع بعض أهمية محصول علف الفيل وباقي المحاصيل العلفية اللي احنا هندرسها في الفصل الدراسي الثاني. تعالوا نشوف مع بعض محصول علف الفيل. ده شكل محصول علف الفيل، الشكل العام بتاعه زي احنا ما شفناه برضو المرة اللي فاتت، احنا بنسترجع في الذاكرة بتاعتنا كده اللي احنا اتكلمنا عنه علشان المعلومات للمحصول تبقى كلها مترابطة مع بعضها. ده شكل محصول علف الفيل اللي انت هتتعرف عليه وهتشوفه، وممكن تشوفه في ارض المزرعة عندك او في ارض النماذج. ده شكل ليه تاني لما اخد نسبة الطول بتاعه علشان خاطر وكده يكون جاهز للحش. الاهمية الاقتصادية لمحصول علف الفيل، ايه هي الاهمية الاقتصادية لمحصول علف الفيل؟ هنستعرضها مع بعض سويا كده بسرعة. الاهمية الاقتصادية رقم واحد، محصول نجيلي معمر سريع النمو، تنتشر زراعته في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية. يعني ايه مناطق استوائية وشبه الاستوائية؟ يعني كده بيحب درجة الحرارة العالية. هو محصول نجيلي معمر بيمكث في بقعته حوالي 5 سنوات. الأهمية التانية، يعطي كمية كبيرة من العلف الأخضر، نظرا لأن هو محصول نجيلي ومحاصيل نجيلية بتبقى سريعة النمو، فبالتالي كمية العلف الأخضر بتاعته بتكون كبيرة ولما تتوالى عملية الحش ليه. رقم 3، يفضل زراعته في أراضي الاستصلاح الجديدة وفي أماكن انتشار مشاريع الإنتاج الحيواني لسد العجز في إنتاج الأعلاف الصيفية. يعني كده المناطق الاستصلاح الحديثة لابد من وجود مزارع إنتاج حيواني فيها، فالإنتاج الحيواني المزرعة اللي هي تمت إنشائها ديت الخاصة بالإنتاج الحيواني هتوفر الأعلاف الصيفية بتاعتها إمتى؟ بتكون كمية الأعلاف الصيفية طبعا قليلة، فبيستخدم علف الفيل لسد العجز أو الفجوة اللي هي حاصلة معاه في كمية الأعلاف الصيفية. رقم 4، أسباب انتشار علف الفيل في أراضي الاستصلاح الجديدة لسد العجز في الأعلاف. إيه هو السبب إن علف الفيل غير المحاصيل التانية يفضل زراعته في مناطق الاستصلاح الحديثة بعد البرسيم الحجازي؟ هنشوف أول حاجة. رقم 1، محصول خضر كبير والذي يتفوق على المحاصيل الأخرى، حيث يعطي الفدان الواحد من 100 ل 120 طن علف طازج، تحتوي على أكثر من 20 طن مادة جافة. يعني أنا عندي 100 طن بتديني 20 طن مادة جافة، والمادة الجافة ديت هي المهمة جدا للحيوان، اللي هي تعتبر عليقة مالئة وغنية بالبروتين والمعادن الخام اللي هي بتفيد الحيوان. بعد كده، درجة استصلاحه عالية تقبل عليه جميع الحيوانات بشهية كبيرة. يعني ايه درجة استصلاحه عالية؟ لان هو تابع المحاصيل النجيلية، ومعظم المحاصيل النجيلية بتبقى نسبة السكر في العيدان بتاعتها عالية، فبالتالي بيكون طعمها حلو في وقت ان يتناول الحيوان، فبالتالي يقبل عليه بشهية كبيرة. رقم 3، لا يحتوي على حمض الهيدروسيانيك ذو السمية العالية. الذرة الشامي والذرة الرفيعة والذرة السكرية من بداية نموها أو بداية إنباتها حتى عمر 35 يوم بتحتوي هذه النباتات على حمض اسمه حمض الهيدروسيانيك. حمض الهيدروسيانيك بيسبب سمية للحيوانات ذات المعدة الواحدة، أو يسبب مغص للحيوانات المقطرة اللي هي ذات المعدة المركبة، فبالتالي علف الفيل لا يحتوي على حمض الهيدروسيانيك اللي احنا اتكلمنا عنه ده. رقم 4، قيمته الغذائية عالية، حيث ترتفع به نسبة البروتين 16% ونسبة الدهن 3%، فهو غذاء هام لجميع الحيوانات خاصة حيوانات إنتاج اللبن. أنا لما يكون عندي حيوانات إنتاج لبن عايز إنتاجها يزيد من اللبن في الصيف، فأوكلها على فيل أو أخليها تتغذى على علف الفيل، لأن ده هيرفع لي كمية اللبن.
نظرا لارتفاع نسبة البروتين ونسبة الدهون فيه. النقطة اللي بعد كده، مقاوم للإصابة لدودة ورق القطن التي تنتشر صيفا. طبعا حضراتكم عارفين ان دودة ورق القطن بتنتشر في الصيف نظرا لان القطن صيفي، فهي بتطلع فيبدأ المزارعين يقاوموا دودة ورق القطن من محصول القطن، فبتبدأ تهجر للمحاصيل المجاورة. فلو انا عندي حقل قطن مجاور اللي محصول على الفيل هيكون مقاوم للدودة ديت، مش هتقدر تاكل الاوراق بتاعته او تأثر عليه. النقطة اللي بعد كده، تحمله للجفاف ودرجات الحرارة المرتفعة. طبعا احنا لما اتكلمنا عن محصول علف الفيل في البداية قلنا ان هو ينتشر في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، انه يتحمل بيحتاج درجة حرارة عالية، فبالتالي هنا يتحمل درجة الحرارة ويتحمل الجفاف. الاحتياجات المناخية، ايه هي الاحتياجات المناخية لعلف الفيل؟ يلائم نمو علف الفيل درجات الحرارة العالية وظروف النهار الطويل، وتؤثر درجة الحرارة المنخفضة على نموه شتاء، يعني بيكون نشط جدا في الصيف ويعطي أعلى كمية إنتاج في فصل الصيف نظرا لأن هو محصول أو نبات محب لدرجة الحرارة، ولكن في الشتاء بتبدأ يدخل في مرحلة سكون والحشات بتاعته بتقل خالص في الشتاء علشان هو ما بيحبش درجات الحرارة المنخفضة. الأرض المناسبة، إيه هي الأرض المناسبة لعلف الفيل؟ يجود في جميع أنواع الأراضي، ولكنه لا يتحمل ارتفاع مستوى الماء الأرضي أو الملوحة العالية، ويتحمل ملوحة الأرض حتى 6000 جزء في المليون. يجود في جميع أنواع الأراضي ما عدا اللي هي مستوى الماء الأرضي بتاعها عالي. ليه؟ لأن مستوى الماء الأرضي بتاعه بيأثر على الجذور بتاعته، والمحصول ده الجذور بتاعته حساسة شوية للماء الأرضي، وكذلك الملوحة، فهو يتحمل حتى 6000 جزء في المليون، وإذا ارتفعت عن كده بيقف نمو محصول علف الفيل. ميعاد الزراعة، إيه هو ميعاد الزراعة؟ إحنا اتفقنا مع بعض إن إحنا في المحاصيل المعمرة خصوصا محصول البرسيم الحجازي ومحصول القصب إن شاء الله اللي هندرسه بعدين، ده محصول معمر بيمكث في بقعاته حوالي 10 سنين، بيقعد ليه ميعادين زراعة، ميعاد ربيعي وميعاد خريفي. ولكن احنا هنا عندنا محصول علف الفيل محصول نجيلي معمر بيمكث في بقعته حوالي 5 سنوات، فميعاد الزراعة بتاعه هيلائمه أي ميعاد زراعة، هل هيكون زي البرسيم الحجازي والقصب ليه ميعادين، ولا هيكون ليه رينج كبير في مواعيد الزراعة الخاصة بتاعته. تعالوا نشوف مع بعض ميعاد الزراعة. يزرع خلال شهري مارس وابريل، ويمكن زراعته حتى اغسطس. يعني احنا كده اخدنا رينج لمحصول علف الفيل، اخدنا رينج كبير اهوت، مارس وابريل ويمكن زراعته حتى اغسطس، يعني من شهر 3 أو 4، وممكن امد في زراعته لحد شهر 8. ساعة ما اتكلمنا عن الاحتياجات المناخية ليه قلنا ان هو في درجات الحرارة المنخفضة النمو بتاعه بيكون بطيء، فبالتالي مش هيكون ليه ميعاد زراعة خريفي اللي هو في شهر سبتمبر واكتوبر، ليه؟ نظرا لوجود درجة الحرارة هتكون منخفضة، فهتأثر لي على الانبات ونمو البادرات. هنا يزرع خلال شهري مارس وابريل، ويمكن زراعته حتى اغسطس، وهو محصول معمر يمكث حتى 5 سنوات بحالة انتاجية عالية. اعداد الارض للزراعة، هنزرع علف فيل هنعد الارض ازاي؟ احنا تعودنا مع بعض واخدنا في الترم الاول اعداد الارض للزراعة، يعني ان انا بحرتها، بنزلها السماد البلدي، اضيف اسمدة السوبر فوسفات، احرت، اخطط، اسوي، اقصبها. دي عمليات اعداد ارض للزراعة علشان اجهز مهد ملائم او مهد مناسب لوضع البذور او لانبات البذور. ايه هو اعداد الارض للزراعة في علف الفيل؟ يتم خدمة الأرض خدمة جيدة مع إضافة 30 متر مكعب سماد بلدي جيد وسوبر فوسفات أحادي من 150 ل 200 كيلو جرام للفدان. نعيدها مرة تانية، يتم خدمة الأرض خدمة جيدة مع إضافة 30 متر مكعب سماد بلدي جيد وسوبر فوسفات أحادي من 150 ل 200 كيلو جرام. الكميات ده كلها أنا بضيفها للأرض أثناء إعداد الأرض للزراعة وقبل عملية الحرث. انا بحرق، بضيف السماد البلدي، ال 30 متر مكعب هنزلهم في الارض وهبدرهم وهبدا احرث الحرثه الاولى، هيبدا يتقلب السماد البلدي عندي مع التربه كلها. بعد كده في الحرثه الثانيه اضيف السوبر فوسفات واحرث الحرثه الثانيه بتاعتي، فبالتالي كده تم اضافه السماد البلدي والسوبر فوسفات وتم تقليبه تقليب جيد اثناء عمليه الحرث في التربه. طرق الزراعه، ايه طرق الزراعه؟
احنا قلنا طرق الزراعة هي العملية التي يتم بها وضع البذور في التربة، هي العملية التي يتم بها وضع البذور في التربة. فطرق الزراعة هنا للعلف الفيل هتكون ايه؟ تتم الزراعة في سطور، في سطور خراطيم مياه التنقيط. احنا اتفقنا ان ده محصول بيتم زراعته في مناطق الاستصلاح ايه الحديثة اللي هي الاراضي ايه الرملية، فبالتالي هنا هيكون نظام الري بالرش عندي موجود او نظام الري بالتنقيط. هنا تتم الزراعة في سطور خراطيم مياه التنقيط على مسافات 50 إلى 75 سنتي، وداخل السطر بين الجورة والاخرى 50 سنتي بجوار ايه النقاط. يعني الجورة بتاعتي هخليها جنب النقاط علشان المية تكون قريبة ايه منها وتتم عملية الانبات بصورة ايه جيدة. كمية التقاوي، ايه هي كمية التقاوي اللي هنستخدمها في علف الفيل؟ احنا في المحاصيل اللي قبل كده زي البرسيم الحجازي والبرسيم المصري قلنا الفدان بيحتاج حسب طريقة الزراعة من 20 إلى 35 كيلو جرام، حسب طريقة الزراعة اللي انا ايه هستخدمها سواء كانت عفير بدار او عفير او حراتي او تصطير. فاحنا هنا كمية التقاوي هنعرفها في علف الفيل هتحتاج قد ايه، لانها تكون مختلفة ايه شوية. يتكاثر علف الفيل خضريا بطريقتين، وهما يعني هنا انا مش هتكلم عن اضافة بذرة، انا كده هتكلم لاما عن اضافة شتلات او اضافة عقل او الطريقة الخضرية اللي هيتم التكاثر علف الفيل بيها عكس المحاصيل التانية ان انا بستخدم ايه البذرة. الطريقة الاولى رقم واحد بالعقل، وفي حالة الزراعة بالعقل تكون ناضجة بطول حوالي 40 سنتي وتحتوي على 3 سلميات، تحتوي كل سلمية على 2 لـ3 برعم، وفي هذه الحالة يكفي كرات واحد لزراعة 15 كرات تقريبا، تغرس في الأرض من 2 سلمية وطبقة ثالثة فوق سطح ايه التربة. يبقى احنا هنا اول حاجة بالعقل هنعمل العقلة بتاعتنا هتكون فيها 3 سلميات طولها 40 سنتي. يعني ايه سلمية؟ يعني هي المسافات زي صابع الايد، لما حضراتكم تشوف صابع ايدك هتبص تلاقي بين العقلة والتانية في مفصل، المفصل ده يعتبره السلمية. فانا عندي هنا في صابع ايدي دي سلمية ودي سلمية ودي سلمية، دي المناطق الفاصلة بين السلميات. فانا هنا في المنطقة دي بتحتوي على 2 إلى 3 براعم خضرية. انا لما ازرع عقلة علف الفيل في الارض هخلي 2 ينزلوا في الارض وواحدة ايه فوق. ليه 2 في الارض وواحدة فوق؟ علشان خاطر لو واحدة حصل لها جفاف او حصل لها اي حاجة من العوامل الخارجية وماتت، يبقى انا محافظ ايه على 2 التانيين يتم ايه انباتهم ويحصل عندي ايه تمام انبات في مساحة ايه الارض بتاعتي. وفي هذه الحالة بيكتفي القراط الواحد باخد منه 15 قراط، يعني كمية السلميات اللي انا هاخدها من قراط واحد تكفي لزراعة 15 قراط. النوع الثاني بالفسائل، ايه هو الفسائل؟ الفسيلة زي الشتلة. يعني ايه؟ يعني حضراتكم لو شفتوا النخل على سبيل المثال، النخل هتلاقي نخلة كبيرة وجنبها من الجدر طالع من جنبها مخضر كده 3 أو 4 نخلات، النخلات الصغيرين دول اللي طالعين من جنبها دي اسمها فسيلة. كذلك الامر فين؟ في الفراولة، بتبص تلاقي نبات الفراولة بيطلع جنبيه بعض ايه الخلفات برضو بتاخدها بتفردها تمام تعتبر ايه فسيلة. احنا هنا عندنا علف الفيل كذلك الامر، النبات بيطلع الاصلي وبيطلع جنبيه ايه خلفات، فانا ببدأ افرد الخلفات ديت وبسميها ايه فسيلة. في الحالة ديت اسمها ايه فسيلة. بيكون عن طريق تفصيص النباتات القديمة، عمر سنة وكمية الفسائل التي تؤخذ من فدان تكفي لزراعة 10 أفدنة بنباتات علف الفيل، أي يحتاج الفدان من 2 إلى 2.5 كرات تقريبا. احنا قلنا هنا في الفسائل القراط الواحد الفدان الواحد هيكفي لعشر فدادين، هنا الفدان الواحد هيحتاج من 2 إلى 2.5 كرات زراعة ايه علف الفيل بالفسائل. احنا هناك اتكلمنا عن السلميات وقلنا ان القراط الواحد بيكفي لزراعة 15 قراط بالسلميات. هنا في الطريقة التانية بالفسائل قلنا كده الفدان الواحد بيكفي لزراعة 10 أفدنة، والفدان بيحتاج من 2 إلى 2.5 قراط فسائل لزراعة ايه الفدان. نشوف النقطة اللي بعد كده، الخف. يعني ايه الخف؟ الخف هو التخلص من عدد النباتات الزائد عن الحاجة. يعني انا دلوقتي زرعت علف الفيل وطلعت النباتات عندي بصورة
بكثافه عاليه، وانا مش عايز الكثافه العاليه ديت، فهبدا اخف النباتات ديت بازاله بعض النباتات الزائده ايه عن الحاجه. بيتم الخف ازاي؟ يجرى الخف في حاله الزراعه بالعقل، حيث تخف على نبات واحد في اجوره او نباتين. يبقى انا عندي كده اجوره، مكان انا ما غرست السلميه بتاعتي طلع فيها ثلاث اربع نباتات، انا بخفها على نبات واحد او نباتين. ليه؟ لان في الحاله ديت ممكن البراعم كلها نشطت، واحنا قلنا السلميه بتحتوي على ثلاث العقلة بتحتوي على ثلاث سلميات، فكل سلمية تحتوي من اثنين إلى ثلاث براعم، فأنا كده متوسط إن هيكون عندي تسع نباتات في الجرة الواحدة إذا تم إيه؟ تم الإنبات بصورة إيه؟ كاملة، فأنا هجري عملية الخف على نبات واحد أو نباتين في الجرة. نشوف النقطة اللي بعد كده، العزيق. هل المحصول العلف الفيل يجرى له عزيق؟ مع العلم إن هو محصول علفي اي يحتاج كثافه نباتيه، والمحاصيل العلفيه احنا بنحتاج ايه؟ انها تزرع ايه؟ بكثافه عشان اخد كميه محصول كبيره من وحده ايه؟ المساحه. هل يجرى له عزيق؟ علف الفيل بيجرى له عزيق. ليه؟ لانه زرع في جور على خطوط او بفسائل ايه؟ على خطوط، وهنشوف عمليه العزيق هتتم ازاي. النبات نموه قوي وغزير حيث يكون منافس قوي للحشائش. يبقى احنا كده اول نقطه عرفناها، علشان نعزق النبات عندي نبات قوي هينافس ايه؟ الحشائش، يعني الحشيشة اللي هتنمو في علف الفيل هتكون حشيشة ايه؟ ضعيفة، لان هو نبات ايه؟ قوي. النباتات هتغطي عليها، تحجب عنها ضوء الشمس وهتحجب عنها الهواء، فبالتالي الحشائش هتبدأ ايه؟ تموت. هو النبات نموه قوي وغزير حيث يكون منافس قوي للحشائش ولا يعطي فرصة لنموها، ولكن يفضل اجراء العزيق في مراحل النمو الاولى مع تكويم التراب حول النبات لتشجيع النباتات على التفريع. عرفنا هنا فايدة العزيق فين؟ هو نبات قوي هينمو بصورة قوية وغزيرة، فهيغطي على الحشائش، ولكن في الأعمار الصغيرة بتاعته في البداية لازم يتعزق، فأنا أثناء العزيق باخد التراب حوالين النبات وكاوم حوالين التراب حوالين النبات. ليه؟ علشان منطقة التراب اللي هي اتغطت ديت هتشجع عندي النبات على عملية التفريع، ويكون التفريع عنده ايه؟ غزير، فبالتالي هحصل على عدد نباتات كبير في وحدة ايه؟ المساحة، اللي بيديني محصول ايه؟ كبير. الري، كمية الري للمحصول ده هتكون قد ايه؟ هو محصول زي ما اتفقنا معمر بيمكس حوالي خمس سنوات، فكمية الري هل هتكون كمية عادية ولا هيكون فيها ايه؟ اختلاف؟ يحتاج نبات علف الفيل إلى الري بصفة منتظمة بحيث لا يكون هناك تغريق أو تشريق، حيث يتم الري بعد الزراعة كل يومين حتى تبدأ البراعم إيه؟ في النمو. هنا في الري بالرش أو الري بالتنقيط في الأرض الجديدة هبدأ أروي كل إيه؟ يومين علشان أنشط البراعم، وتكوين الجذور في خلال 2 ل3 أسابيع حسب حالة الجو. الجذور هنا هتتكون عندي من 2 ل3 إيه؟ أسابيع، ثم يستمر الري بالتنقيط كل 3 إلى 4 أيام صيفا. يعني أنا هنا في فصل الصيف النبات عندي هياخد ري كل 3 إلى 4 أيام، سواء كان ري بالرش أو ري إيه؟ بالتنقيط. نشوف النقطة اللي بعد كده، معدل التسميد. إيه هو معدل التسميد؟ هي كمية السماد التي يحتاجها المحصول لتكملة فترة إيه؟ حياته. هنشوف معدل التسميد. رقم 1، 150 إلى 200 كيلو جرام سوبر فوسفات أحادي عند الخدمة وكل سنة. طبعا احنا لما قعدنا خدمنا الأرض في إعداد الأرض واتكلمنا، ضفنا 30 متر مكعب سماد بلدي، واتكلمنا قلنا هنضيف من 150 إلى 200 كيلو جرام سوبر إيه؟ فوسفات. وبعد كده هينضاف 100 كيلو جرام سلفات بوتاسيوم عند الخدمة وكل سنة. يعني الكمية دي بتنضاف كل إيه؟ سنة، لأن هو بيقعد عندي في الأرض كام سنة؟ خمس سنين. و30 الى 40 وحدة نيتروجين في الحشتين الاولى والثانية مع الري، تقسم على دفعات بعد 15 يوم من الزراعة. يعني انا هنا عندي من 30 الى 40 وحدة نيتروجين او وحدة ايه؟ ازوت. طيب الوحدة دي انا هاخدها قد ايه؟ انا بقول لك ان عندك لو هتستخدم سماد نترات نشادر، نترات النشادر كل 100 كيلو جرام نترات نشادر فيهم 33.5 وحدة أزوت أو وحدة إيه؟ نيتروجين. فأنت كده هتحتاج من 30 إلى 40، فأنت هتحتاج للفدان هياخد معاك قد إيه؟ هياخد معاك 100 كيلو نترات نشادر. طيب لو أنا هستخدم السماد اللي هو اليوريا، اليوريا فيها كام؟ كل 100 كيلو جرام يوريا فيها 46
وحده ازوت او فيها 46 وحده نيتروجين، يعني انا كده هاخد حوالي من 80 الى 90 كيلو جرام ايه يوريا اللي هو 46، بستخدمهم ايه على كذا دفعه، بنزلهم على دفعات بين كل دفعه ودفعه 15 يوم بعد ايه بعد 15 يوم من الزراعه. النقطه اللي بعد كده الحش. في البرسيم احنا اتكلمنا قلنا حش وراعي، قلنا يعني ايه حش ويعني ايه راعي. قلنا يعني الحش ان انا بحصل على الجزء الاقتصادي للمحصول العلف بتاعي باستخدام آلة الحش او استخدام آلة الحصاد المناسبة في هذه المنطقة او لهذه العملية. ولكن قلنا الراعي ان انا بسيب الحيوانات هي اللي تاكل بنفسها من الارض او ترعى بنفسها من الارض، انا ما بحشش ليها وما بقدم لهاش، انا بحدد ليها منطقة وانزل الحيوانات بتاعتي فيها بتبدأ هي تاكل بنفسها، ففي الحالة دي اسمها ايه راعي. ولكن في علف الفيل ما ينفعش الراعي، لازم في علف الفيل بيكون حش بس. هنشوف ايه الحش في علف الفيل. يعطي الفدان من 6 الى 8 حشات في السنة الاولى بعد الزراعة ب60 يوم تقريبا، يعني انا كده محصول علف الفيل بيديني من 6 الى 8 ايه حشات في السنة ايه الواحدة. الحشة الاولى هاخدها بعد 60 يوم من الزراعة تقريبا، او عندما يصل طول النبات الى من 80 الى 100 سنتي، وزيادة الطول يقلل القيمة ايه الغذائية. احنا اول ما بدأنا نتكلم عن علف الفيل شفنا صورتين ليه في المراحل ايه بتاعته. نبات علف الفيل اذا طول عن المعدل اللي هو مخصص من 80 الى 100 سنتي للحش، القيمة الغذائية بتاعته بتقل. ليه القيمة الغذائية بتاعته بتقل؟ علل. تقل قيمة القيمة الغذائية لعلف الفيل عندما يصل طوله اكثر من 100 سنتي. هنا سؤال ممكن يجي لك ايه علل، اذكر السبب ايه هو ليه. لان في الحالة ديت هتقول لانه في هذه الحالة يكون قد تكون خشب والياف عالية. اول ما يكون خشب والياف عالية والمادة الجافة هتزيد في السيقان كده ايه القيمة الغذائية بتاعته ايه هتقل. فانا عايز كده محصول ايه نمو خضري، نسبة البروتين فيه عالية ونسبة ايه الدهن فيه عالية، علشان خاطر لو انا هستخدمه كعليقة للحيوانات الحلابة اللي هي بتنتج لبن ايه عندي في المزرعة. ده شكل الحش، شايفين طول العلف الفيل وعملية الحش، ده الطول المناسب لعملية حش علف الفيل. في الحالة ديت انا بحش ايه يدوي، وممكن احش باستخدام الالة. ايه هي الالة؟ ان انا استخدم محشة دورانية تشتال على الكتف او محشة ايه ترددية. هنا ده حش يدوي لمحصول علف الفيل. ده شكل الحش الالي، ان انا بحش بالالة بتاعتي اللي هي ايه المحشة ايه الدورانية، بشيلها على الكتف وبمررها من اسفل ايه النباتات على ارتفاع حوالي 10 سنتي وابدا احش ايه النباتات بتاعتي واحش ايه علف الفيل. النقطه اللي بعد كده كميه المحصول. هنشوف علف الفيل بيديني كميه محصول قد ايه. تصل انتاجيه الفدان من العلف الاخضر عند الاهتمام بالتسميد الى 100 الى 120 طن في السنه. شفتوا لازم اوضح كمية المحصول، قلنا من 100 إلى 120 طن في السنة إذا اهتمينا بإيه؟ بالتسميد. فهو محصول نجيلي، فالمحصول النجيلي ده هيحب النيتروجين، فأنا هزود له عدد وحدات إيه النيتروجين زي ما اتكلمنا من شوية عليها، وقلنا إنه بياخد من 30 ل 40 وحدة نيتروجين بتضاف إيه على دفعات بعد 15 يوم من الزراعة. فين؟ في مية الري. فهنا كمية الانتاج عندي بيديني الفدان من 100 الى 120 طن، وذكرناها في الاهمية الاقتصادية ان الفدان بيديني 120 طن بتصفي لي حوالي 20 طن مادة جافة. المحصول اللي بعد كده محصول الضراوة. احنا كده اتكلمنا عن محصول علف الفيل والاهمية الاقتصادية بتاعته، وعرفنا طريقة الزراعة كمية التقاوي، وفي طرق الزراعة عرفنا انه بيتقاصر بطريقتين اللي هي العقل والفسائل، وعرفنا كمية التقاوي من العقل بيحتاج قد ايه ومن الفسائل بيحتاج قد ايه، وتعرفنا على الحشو وشفنا شكل الحشو في الصورة اللي فاتت. هنخش بعد كده على محصول الضراوة. ايه هو محصول الضراوة؟ احنا بالبلدي كده لازم نعرف محصول الضراوة، ممكن نسمعه ايه كتير، ممكن اكون بتفرج على مسلسل تلفزيوني والمسلسل ده بيتكلم عن بيئة الريف وبيذكروا الضراوة، كلمة ضراوة يعني ايه ضراوة. فتعريف للضراوة
هي نباتات الذرة الشامية ولكن تم زراعتها بصورة كثيفة. هي نباتات ذرة شامية ولكن تم زراعتها بصورة كثيفة. يعني ايه تم زراعتها بصورة كثيفة؟ يعني في الذرة الشامية انا بزرعها في جور على خطوط على ريشة واحدة على الخط، بتكون المسافة بين الجورة والتانية من 15 ل 20 سنتي، وبحط في الجورة حبة او حبتين بذرة. ولكن يختلف النظام فين؟ هو نفس المحصول ولكن بتختلف في الضراوة. هي الذرة الشامية بزرعها بصورة كثيفة، في الحالة دي بتسمى ايه؟ ضراوة. تعالوا نتعرف مع بعض على محصول الضراوة والأهمية الاقتصادية بتاعته وازاي هنزرعه وكمية المحصول بتاعه. رقم واحد، الأهمية الاقتصادية. الأهمية الاقتصادية للضراوة ايه هي؟ رقم واحد، تزرع للسلاج او علف لتغذية الحيوان. تزرع ايه للسلاج؟ احنا قلنا الضراوة انا هزرعها لان هي ذرة شامية وعند عمر معين اول ما تبدأ في خروج النورات الزهرية بتاعتها والكيزان ببدأ اخدها اعملها سلاج. ايه هو السلاج؟ اللي هي طريقة حفظ الاعلاف في مقمورة او في التخمر، لا في التخمر لا هوائي، بعملها تخمر لا هوائي في مقمورة بعد ما بفرمها، ده بسميه ايه؟ سلاج. انا بحفظها عندي. فليه؟ لان انا عندي المحاصيل العلفية لما يكون عندي علف زائد عن الحاجة، العلف الاخضر، فانا بحفظه بطريقتين. هما الطريقتين، طريقة بتتسمى ادريس والطريقة التانية بتتسمى ايه؟ سلاج. يعني ايه ادريس؟ ادريس يعني انا بجفف النباتات ديت تحت اشعة الشمس تجفيف ايه؟ طبيعي. ولكن الضراوة لما احفظها في صورة سلاج، يعني ايه سلاج؟ يعني انا هحفظها تحت القمر اللاهوائي، يعني انا هعملها عملية تخمر وقمر ايه؟ لاهوائي باستخدام البكتيريا ايه؟ الخاصة بذلك او باضافة الملاس ليها. وبعد كده احنا هنتكلم بالتفصيل في الحلقات الجاية ان شاء الله عن كيفية صنع ايه؟ السلاج. يبقى اول اهمية في الاهمية الاقتصادية للضراوة تزرع للسلاج او علف لتغذية ايه؟ الحيوانات. رقم اتنين، مصدر مناسب للعلف الاخضر في الخريف والصيف. يعني ايه في الخريف والصيف؟ انا دلوقتي زارع الارض بتاعتي بمحصول الفول الصويا. محصول الفول الصويا ده محصول صيفي. بعد ما حصدت محصول الفول الصويا، فانا عندي فترة ما بين زراعة المحصول الصيفي والمحصول الشتوي، فترة زمنية ايه؟ طويلة، ممكن تخش معايا ايه؟ في شهر ونص، 45 يوم او 60 يوم. فانا هستغل الارض ديت ان انا هزرعها ايه؟ ضراوة. الضراوة ديت هتكون علف اخضر هستخدمه في فصل الخريف. فاحنا كده استخدمناها ايه؟ كعلف للحيوان في فصل ايه؟ الخريف. وفي الصيف طبعا لو انا عندي مساحات كبيرة ببدأ ازرعها ضراوة علشان اغذي النبات الحيوانات اللي عندي ايه؟ عليها. يبقى تاني اهمية، مصدر مناسب للعلف الاخضر في الخريف والصيف، واحنا عرفناها بستغلها ازاي في الخريف وبستغلها ايه؟ ازاي في الصيف. رقم ثلاثة، تحتوي المادة الجافة للعلف الاخضر على حوالي 10% بروتين خام و50% كربوهيدرات. يعني كمية السكر كده فيها عالية، فهتكون مستساغة للحيوانات، هتقبل عليها بشهية ايه؟ عالية، وهتاكل منها كمية كبيرة، فبالتالي هيزيد عندي انتاج الماشية من اللبن واللحم. ليه؟ لان هنا نسبة المادة الجافة 10% بروتين خام و50% ايه؟ كربوهيدرات. وكربوهيدرات ديت بتترسب في صورة اللحم الاحمر، فين؟ في حيوانات انتاج اللحم. النقطة اللي بعد كده، تعطي سلاج جيد لاحتواء سيقانها على كمية عالية من السكريات التي تساعد على اتمام عملية التخمر. احنا زي ما اتكلمنا عن السلاج في اول نقطة وقلنا ان احنا بيتم حفظ العلف الاخضر عندي في التخمر اللاهوائي باستخدام المقمورة، فهنا كمية السكر الموجودة عندي في الضراوة او في الذرة الشامية دي هتغنيني عن استخدام البكتيريا، لان هتكون عامل محفز للنشاط البكتيريا اللاهوائية، وهيكون عندي سلاج جيد ذات لون وطعم ورائحة مقبولة. النقطة اللي بعد كده، دي شكل الضراوة. هنشوف مع بعض شكل الضراوة. دي ذرة شامية ولكن مزروعة بصورة ايه؟ كثيفة. يعني ايه صورة كثيفة؟ قلنا ان احنا بدل ما بزرع الخط بتاعي
على ريشه واحده هزرعه على ريشتين وهزود معدل ايه التقاوي. فده زي حضراتكم ما شايفين ده شكل الضراوه او شكل حقل مزروع ضراوه، هي نباتات ذره شاميه زرعت بكثافه عاليه، فبالتالي هنا اسمها ايه ضراوه. نخش بعد كده على النقطه اللي بعد كده، ميعاد الزراعه. ايه هو ميعاد الزراعه؟ اولا محصول الضراوه محصول حولي وليس معمر. فعلف الفيل والبرسيم الحجازي من المحاصيل ايه الاعلاف، اتكلمنا انهم محاصيل معمره. محصول برسيم الحجازي يمكث 10 سنين، محصول علف الفيل بيمكث 5 سنوات، ولكن هنا محصول الضراوه محصول حولي. يعني ايه محصول حولي؟ لا ما بيكملش سنه، لا اما بيزرع في فصل ايه الصيف. تعال نشوف ميعاد الزراعه بتاعه بالظبط. تزرع على عروات من ابريل حتى يوليو. يعني ايه عروات؟ يعني انا بقسم الارض عندي، انا هزرع عروة شهر ابريل، هبدأ زراعتها من يوم 1 ابريل. العروة دي نبتت عندي وبدأت اجري عليها العمليات الحقلية علشان اجهزها لعملية ايه الحشو، وهاجي في شهر مايو هزرع عروة تاني مساحة تانية، تمام، تكون متأخرة عن التانية بشهر او 40 يوم، والعروة التالتة بعديها متأخرة عنها. يبقى انا كده عندي محصول العلف موجود في المزرعة طول السنة او طول فصل ايه الصيف. ليه؟ لان انا زرعتها على عروات مواعيد متفاوتة، زرعت في شهر ابريل وشهر مايو وشهر يونيو، يبقى انا كده معايا المساحة بتاعتي مزروعة ايه عروات. هقدر الاقي علف في شهر 4، هلاقي علف في شهر 5، هلاقي علف في شهر 6، فبالتالي الانتاجية عندي، انتاجية الانتاج الحيواني داخل المزرعة هتزيد، سواء كان من اللبن او اللحوم. طرق الزراعة، ايه هي طريقة الزراعة اللي هي خاصة بالضراوة؟ احنا لما ندرس ان شاء الله الذرة الشامية هنشوف برضو ان الذرة الشامية بتزرع بنفس ايه الطريقة. ليه؟ لان هي نفس المحصول ولكن بكثافة ايه عالية. تعالوا نشوف مع بعض طرق الزراعة اللي هي تزرع بها الضراوة. تزرع كثيفة اما نصرا او حراتي مع التزحيف لتغطية التقاوي، ويجب نقع التقاوي لمدة 12 ساعة في حالة الزراعة الحراتي، ويمكن الزراعة في جور على خطوط على رشتي الخط. احنا مش قلنا ان الذرة الشامية علشان انا بزرعها على ريشة واحدة، هنا الضراوة زرعتها ايه على رشتين، او هبدرها تمام او هزرعها حراتي. واحنا عرفنا الزراعة الحراتي يعني ايه، او بتتقال بالبلدي في بعض المناطق الزراعة التخدير. قلنا انها بتكون زراعة البذرة في ارض سبق ريها او بها نسبة من الرطوبة في ارض سبق ايه ريها، وهنا يفضل نقع البذور لمدة 12 ساعة قبل ايه الزراعة. ليه؟ عل يتم نقع بذور الضراوة قبل الزراعة الحراتي ب 12 ساعة، ماشي؟ هنكتب كده لضمان ارتفاع نسبة الانبات. ممكن الرطوبة اللي هي موجودة في التربة ما تكفيش، لا تكفي لانبات ايه كمية البذور اللي هي ايه انضافت، ولكن انا اتغلب على المشكلة دي زي ان انا انقع البذور بتاعتي، فانا كده هعوض نسبة الرطوبة اللي ضايعة من التربة بعملية نقع البذور ايه في المية. يبقى احنا كده عرفنا ليه بننقع البذرة في المية لمدة 12 ساعة قبل الزراعة. يبقى احنا كده عرفنا طرق زراعة الضراوة، قلنا بيكون نسر او حراتي مع التزحيف ويجب نقع التقاوي لمدة 12 ساعة، او على خطوط على رشتي الخط في جور ايه على خطوط، عفير في جور على خطوط على رشتي ايه الخط. ده شكل الضراوة اللي هي مزروعة في جور على خطوط. لو ركزنا شوية في الصورة، بصوا معايا كويس، هتلاقي ان الجورة فيها عدد كبير من النباتات. انا علشان ازرع الذرة الشامية واحصل على الكوز كجزء اقتصادي كذرة شامية، بيكون في الجورة الواحدة من عود لعودين، يعني من نبات واحد لنباتين، ولكن هنا في الضراوة انا هستخدمها كعلف، هنا كمية او عدد النباتات كبير عندي ايه في الجرة. ممكن نشوف جرة هنعد فيها ادي 3 عيدان، 3 6 7، في 7 عيدان، يعني فيه 7 نباتات موجودين في الجرة الواحدة، فين؟ في نباتات الضراوة. النقطة اللي بعد كده كمية التقاوي. كمية التقاوي هتكون قد ايه؟ طبعا احنا لسه ان شاء الله في الحلقات الجايه هندرس محصول الذرة الشامية وهنعرف كميه ايه التقاوي بتاعته، مش هشغلكم بيها دلوقتي، ولكن هشغلك بكميه تقاوي الضراوة علشان تكون عارفها كويس ساعة دراسة الذرة الشامية، وتعرف الفرق ما بين كميه تقاوي الضراوة وبين كميه تقاوي الذرة ايه الشامية. نشوف مع بعض كميه التقاوي
يحتاج الفدان من 50 إلى 70 كيلو جرام. الله، 50 إلى 70 كيلو جرام. طب ما تيجي نعملها معادلة بسيطة كده ماشي، ونفتكرها مع بعض ونعلمها مع بعض. احنا في الصورة اللي فاتت عدينا في الجرة الواحدة 7 عيدان، يعني انا كده هستخدم 7 حبات. طيب في الذرة الشامية هزرع على ريشة واحدة وهيكون فيها عود واحد، تمام. فهنا كمية، علشان اوصل لكمية التقاوي اللي خاصة بالذرة الشامية، فهقسم الكمية ديت على 7. فانا لو قسمت 70 كيلو على 7 فهيديني كام؟ 10. فانا كده كمية التقاوي للذرة الشامية تكون 10 كيلو. ليه؟ لان الدراوة بتزرع في صورة كثيفة، فانا زودت كمية التقاوي اتضاعفت مرات ومرات علشان خاطر احصل على كمية او عدد نباتات كبير في وحدة المساحة يكون ذات قيمة اقتصادية عالية للعلف اللي انا بقدمه. نشوف النقطة اللي بعد كده، التسميد. ايه هو التسميد؟ احنا قلنا في التسميد بتاعنا اللي هو اضافة العناصر الغذائية الى التربة والنبات لتكملة فترة حياته والحصول على العائد الاقتصادي او الانتاج الاقتصادي له. تعالوا نشوف الدراوة بتاعتي هتاخد قد ايه تسميد، وهل كمية التسميد هتكون كبيرة ولا تكون صغيرة. يحتاج الفدان حوالي 100 كيلو جرام سوبر فوسفات زائد 100 كيلو جرام سلفات بوتاسيوم تضاف عند اعداد الارض الزراعية. احنا كده اتفقنا عندنا نوعين من الاسمدة، سماد بلدي والسوبر فوسفات، ودخل معاهم التالت البوتاسيوم انه يضاف عند اعداد الارض للزراعة، يعني مع الحرث. وانا بحرث الحرثة الاولى او الحرثة التانية بضيف الاسمدة بتاعت ديت. يبقى يحتاج الفدان حوالي 100 كيلو جرام سوبر فوسفات زائد 100 كيلو جرام سلفات بوتاسيوم تضاف عند اعداد الارض للزراعة، بالاضافة الى 40 الى 50 كيلو جرام ازوت قبل رية المحياة. يبقى احنا كده قلنا 40 الى 50، يبقى عندنا هنا وقفة. ليه قلنا 40 الى 50 كيلو جرام ازوت؟ ولكن لو قلنا من 40 الى 50 كيلو جرام، نطرتنا شادر الوضع اختلف، قلناها من 40 الى 50 كيلو جرام يوريا، الوضع اختلف. ولكن هنا قلنا 40 الى 50 كيلو جرام ازوت، وزي ما اتفقنا ان كل 100 كيلو جرام نطرتنا شادر فيهم 33 وحدة ازوت، او فيهم 33 كيلو جرام ازوت. يعني احنا كده هنحتاج قد ايه؟ هنحتاج هنا حوالي من 150 الى 200 كيلو جرام نترات نشادر. ليه؟ لان انا عندي ال 100 كيلو جرام بس فيها 33 وحدة ازوت. النقطة اللي بعد كده الري. احنا في العلف الفيل في نقطة الري كان في اراضي استصلاح جديدة، فتكلمنا على انه بيزرع على النقاط او على خرطوم شبكة التنقيط جنب النقاط. ليه؟ لانه بستخدم عملية الري بالرش او الري بالتنقيط. تعالوا في الدراوة مع بعض نشوف عملية الري هتتم ازاي. الري الاولى بعد 21 يوم من الزراعة، ثم كل 7 إلى 15 يوم حسب طبيعة الارض والظروف الجوية، مع وقف الري قبل اسبوعين من القطع. يعني ايه القطع؟ ده سؤال مهم. يعني ايه القطع؟ في البرسيم قلنا نحش، يبقى كده عملية الحصاد في البرسيم اسمها حش، ولكن في الضراوة عملية الحصاد اسمها اسمها قطع، اسمها قطع. هيجي يقول لك اذكر المصطلح او اكتب المصطلح العلمي الدال على العمليات الاتية: القطع، الحش. يبقى القطع هو الحصول على الجزء الاقتصادي للضراوة او الذرة الشامية. الحش هي عملية الحصاد او عملية الحصول على الجزء الاقتصادي لنباتات البرسيم، سواء برسيم حجازي او برسيم مصري. المصطلحات ديت انت مطالب بيها. يبقى احنا كده الرية الاولى بعد 21 يوم من الزراعة، ثم كل 7 إلى 15 يوم حسب طبيعة الأرض. لو أنا عندي أرض بتحتفظ بالمية كتير يبقى كده كل 15 يوم، لو أنا عندي الأرض خفيفة كانت صفراء أو رملية يبقى كده كل 7 أيام، لأنها كده هتحتاج كمية رطوبة عالية. والظروف الجوية طبعا لو أنا عندي موجة حارة، لو جات لي موجة حارة أو الجو درجات الحرارة كانت عالية، فأنا بالتالي بعوض تلطيف الجو
والاجهاد الرطوبي اللي حصل بارتفاع درجة الحرارة باستخدام عملية ايه الري، ان انا بقلل فترات الري وازود ايه كميتها مع وقف عملية الري قبل قطع ايه باسبوعين، وعرفنا يعني ايه قطع للذرة الشامية او الضراوة. عملية القطع هي عملية الحصاد للضراوة. النقطة اللي بعد كده الحش، يمكن قطعها كعلف اخضر في اي مرحلة من مراحل النمو اعتبارا من بعد شهرين من الزراعة، وعند التأخير حتى الازهار او بعد الازهار يعطي نوعية عالية من العلف بجانب زيادة كمية ايه المحصول. يبقى احنا لما اتكلمنا عن الحش بتاعها اللي هو القطع، قلنا يمكن ايه قطعها كعلف اخضر في اي مرحلة من مراحل ايه النمو، يعني مراحل النمو بتاعتها اللي هي مرحلة ما بعد البديرة. في مرحلة البديرة ما اقدرش اغذي عليها، ما ينفعش اقطع الضراوة. ليه؟ لان الذرة الشامية في هذه المرحلة بتحتوي على حمض الهيدروسيانيك اللي احنا اتكلمنا عنه في علف الفيل، انه ذات السمية شديد السمية للحيوانات ذات المعدة الواحدة، او بيعمل مغص للحيوانات ذات المعدة المركبة او المقترات. فهنا في مراحل القطع هبدأ احصل او اقطع الضراوة بتاعتي في مراحل النمو المختلفة بعد البادرة، بعد البادرة اللي هي بعد 45 يوم. يعني هقدر في طول مثلا ايه 50 سنتي، من 50 ل 70 سنتي اقدر اقطع ضراوه واغذي عليها ايه النبات. ممكن اخليها اول ما تبدا تطرد الكيزان بتاعتها او تطلع السنبله المذكره من فوق من ورقه العلم بتاعتها، اقدر اقطعها واوكلها ايه للحيوان. ممكن ااجلها شويه واخلي انها تبدا تكون كيزان علشان ارفع المحتوى الغذائي او ارفع القيمة الغذائية للضراوة. اول ما تبدأ تكون كيزان ابدأ اقطعها واكلها ايه للحيوان. يمكن قطعها كعلف اخضر في اي مرحلة من مراحل النمو اعتبارا من بعد شهرين من الزراعة وعند التأخير حتى الازهار، او بعد الازهار يعطي نوعية عالية من العلف بجانب زيادة كمية المحصول. واحنا اتفقنا وعرفنا ليه كمية العلف هتبقى عالية والقيمة الغذائية هتبقى عالية. ليه؟ لأنها تكون كونت كيزان، والكيزان بترفع من القيمة الغذائية للعلف وهتزود وزن العلف الناتج منين؟ من الضراوة عندي. كمية المحصول، الضراوة باخد منها قد إيه محصول أخضر؟ إحنا اتفقنا في علف الفيل المحصول اللي فات إن الفدان بيديني من 100 إلى 120 طن في السنة، بيديني حوالي بيصفي 20 طن مادة جافة. نشوف الضراوة هتديني قد ايه محصول. يعطي الفدان حوالي 15 طن من العلف الاخضر حسب معاد الزراعة وعمليات الخدمة ونوع الارض. كمية ال 15 طن دول هنا توقفت على عدة عوامل. ايه هي عدة العوامل؟ معاد الزراعة، تبكير او تأخير، عمليات خدمة من سماد وري، ونوع الارض. طبعا نوع الارض اذا كانت ارض رملية او ارض طينية ثقيلة. اذا كانت ارض رملية بتكون فقيرة في العناصر الغذائية، فبالتالي كمية المحصول الناتجة منها تكون قليلة، ولكن الارض الطينية غنية بالعناصر الغذائية فكمية المحصول هتكون ايه عالية. ميعاد الزراعة اذا كان مبكر او متأخر بيأثر عليا في كمية المحصول. عمليات الخدمة زي ما اتفقنا باضافة السماد سواء كان سماد بلدي سماد فوسفاتي او بوتاسي، ده بيأثر عليا في كمية المحصول اللي هناخدها. يبقى كمية المحصول عندي هنا من الضراوة هاخد كام؟ هاخد 15 طن فين؟ في الحشة الواحدة. وهنا معلومة لازم نعرفها وننوه عليها، الضراوة باخد منها حشة واحدة فقط. الضراوة حشة واحدة فقط. فبالتالي لما اتكلمنا عن معاد الزراعة قلنا الضراوة تزرع في عروات، ووضحنا ليه في عروات علشان يتوفر عندي العلف الاخضر في طول اشهر فصل الصيف وبداية ايه الخريف لحين نمو محصول البرسيم المصري، واقدر استخدمه ايه في تغذية ايه الحيوان. يبقى احنا كده عرفنا ان الضراوة باخد منها حشة واحدة فقط، بعد القطع ما بتطلعش تاني، ما بينموش ليها اي نمو تاني. ليه؟ لانها لا يعني المنطقة القاعدية للجذر ماشي
ما غير نشطه او البراعم القاعديه ليها غير نشطه، فبالتالي مش هتديني حشيات ايه تاني. اتفقنا ان البرسيم الحجازي بيديني من 6 ل 8 حشيات، اتفقنا على في الفيل بيديني اكتر من 6 حشيات برضو في السنه، فبالتالي في الضراوه هنا هي حشيه واحده او مره بقطعها قطع واحد، ما بقدرش ايه احصل على ضراوه تاني غير بزراعه حروه ايه اخرى. تالت محصول معايا هنتكلم عليه محصول الدخن. يبقى احنا كده النهارده اتكلمنا عن محصول علف الفيل ومحصول الضراوة، ودلوقتي هنتكلم عن محصول ايه الدخن. ايه هو محصول الدخن؟ ده شكل الدخن عامة، ادي احنا شفناه وعرفنا شكله، ديت منظر النورات الزهرية بتاعته في صورة شماريخ او انديل، بتسمى ايه انديل. ده شكل ايه الدخن. تعالوا نشوف مع بعض الاهمية الاقتصادية للدخن. اول نقطة مع بعض، الدخن من محاصيل الحبوب الهامة في دول عديدة مثل الهند وبعض دول افريقيا. يعني انا هنا في الدخن بتكلم عنه في صورة ايه علف، انا بستخدم الدخن هنا ايه علف اخضر. في دول تانية زي الهند وبعض دول افريقيا بيستخدم كحبوب زي الذرة الشامية والقمح والشعير. يبقى هنا الدخن من الاهمية الاقتصادية بتاعته انه من محاصيل الحبوب الهامة في دول عديدة مثل الهند وبعض دول ايه افريقيا. يستخدم كعلف صيفي اخضر للمشية حيث يتميز بمقاومته للجفاف ومحصوله الخضر الكبير ونموه السريع. يعني هنا تاني ميزة ليه في الاهمية الاقتصادية، يستخدم كعلف ايه صيفي، يعني بيزرع فين في فصل الصيف. يتميز بمقاومته للجفاف، يعني ايه يعني ممكن فترات الري تكون طويله او لو جه عليه فتره عطش ما يحصلش ليه استرس، ما تعملش ليه استرس وتاثر على كميه ايه المحصول. نموه سريع، يعني ايه سريع؟ يعني انا ممكن احش الدخن النهارده بكره الاقي اللي انا حشيته بدا ايه النموات الجديده اللي انا هستخدمها في الحشه الثانيه بدات تنمو، بقت واضحه قدامي. ممكن احش الصبح اخر النهار الاقيها ايه بدات تظهر قدامي، المناطق المرسميه بتاعته نشطه جدا، فبيديني محصول على في ايه سريع النمو ايه، وكميه المحصول بتاعته بتكون ايه كبيره. النقطه الثالثه، الدخن من افضل محاصيل العلف الصيفيه عندما تقل قدره الارض على الاحتفاظ بالرطوبه. ليه؟ لان احنا قلنا في النقطه اللي فاتت انه يتحمل الجفاف، فبالتالي هنا عندما تقل قدره الارض على الاحتفاظ بالرطوبه هزرع ايه دخن. ليه؟ لان هيتحمل ايه الجفاف لفتره طويله نسبيا، او عندما تكون مياه الري هي العامل المحدد للنمو وتحت ظروف الجفاف والحراره ايه المرتفعه. انا هنا زرع دخن في ارض رمليه، انا كميه الميه بتبقى ايه قليله، فكميه الميه هنا اللي بتحدد لي ايه عمليات الحش او كميه المحصول، فبالتالي الدخن عندي من المحاصيل اللي هي ايه بتقاوم ايه الجفاف بصوره ايه كبيره. النقطه اللي بعد كده الوصف النباتي. ايه هو الوصف النباتي؟ احنا كل اتكلمنا ان احنا لما نوصف نبات قلنا لما نوصف النبات بنوصفه جذر وساق اوراق ازهار. ده شكل الدخن بصورة تانية، احنا شفنا صورة كان شبيهة لديت في الاول، ده شكل للمرة التانية علشان خاطر نقدر نوصفه كويس. الوصف النباتي، الساق، الساق بتاعت الدخن قائمة لها قدرة عالية على التفريع من اسفل سطح التربة، اي يصلح للرعي مع غزارة ايه التفريع. النقطة بعد كده الاوراق، شكل الورقة عامل ايه؟ شريطية عليها شعيرات، شريطية عليها ايه شعيرات. الحبوب، الحبوب بتاعته ده شكلها، شكل ايه الحبوب. التعريف بتاعها كروية لونها ابيض مشوب بصفارة او زركة خفيفة. وهنقف مع بعض عند النقطة ديت، وبإذن الله في الحلقة القادمة هنكمل مع بعض محصول الدخن وباقي المحاصيل اللي احنا هندرسها في الفصل الدراسي الثاني. ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.